لدي المثال التالي. في هذا المثال سوف أثبت فيما إذا كان التابع المعطى بقاعدة ربطه تابع متزايد تماما أو تابع متناقص تماما بالاعتماد على شروط مدروسة. أقول ليكن لدي التابعين، التابع fx التي تساوي x مربع، التابع f يريد مجال الدراسي من الصفر المغلق للزائد لا نهائي مجموع التعريف ومستقره r، والتابع jx نفس قاعدة الربط jx تساوي x مربع ولكن يريد مجال الدراسي من ناقص لا نهائي للصفر المغلق والمستقر r. بداية الطلب الأول أثبت أن التابع f متزايد تماما، الطلب الثاني أثبت أن التابع J متناقص تماماً. بداية لدي الطلب الأول، انظر لنثبت أن التابع F متزايد تماماً. نتذكر شرط كون التابع متزايد تماماً، الشرط يقول أياً كانت X1 أو X2 تنتمي إلى مجموعة التعريف بحيث يتحقق X1 أصغر تماماً من X2، هذا يؤدي FX1 أصغر تماماً من FX2. لذلك أنا راح نأخذ عددين ثابتين كيفيين، ثابتين كيفيين من مجموعة التعريف يحققان أن X1 أصغر تماماً من X2، والأثبت أن FX1 أصغر تماماً من FX2. لدينا FX معطى بقاعدة الربط FX يساوي X مربع المعرف من الصفر المغلق للزائد لا نهائي ومستقره R. نعم قلت ليكن X1 وX2 من المجال الموجب الصفر للزائد لا نهائي يحققان X1 أصغر تماما من X2، والأثبت أن FX1 أصغر تماما من FX2. لدينا طلاب FX1 هي من؟ هي X1 للتربية و FX2 هي X2 للتربية. أنا بدي أثبت أنه FX1 أصغر تماما من FX2. لدي مقدارين كيفيين يتعلقان بمتغير X، أو عفوا مقدارين كيفيين. كيف سوف أثبت تحقق هذه المتراجحة؟ كيف كنت أقارن بين مقدارين؟ نطرحان. أحسنت، نطرح. أقول FX1 ناقص FX2، لذلك أقول FX1 ناقص FX2، قلنا FX1 هي X1 للتربيع و FX2 هي X2 للتربيع، X1 للتربيع ناقص X2 للتربيع، هذه متطابقة تربيعية ثالثة جدال مجموع بالفرق X1 ناقص X2 بX1 زائد X2. بدي أعرف فيما إذا كان هذا المقدار موجب أم سالب. تذكروا طلاب أن X1 أصغر من X2. أحسنت، ولكن لنرى ذلك لهذا المقدار لدي X1 أصغر من X2، X1 وX2 موجبين. نعم X1 أصغر من X2 معناته هذا قوس سالب، وجمع عددين موجبين موجب سالب ضرب موجب والتي تساوي السالب. لدينا الX1 زائد X2 أكبر من الصفر، والX1 ناقص X2 أصغر تماماً من الصفر، ولأن ناتج ضرب مقدارين أحدهما موجب والآخر سالب يكون سالب، وعليه FX1 ناقص FX2 أصغر من الصفر، هذا يعني أن FX1 أصغر تماماً من FX2، وبالتالي تحقق الشرط المعطى. الشرط المعطى محقق، فالتابع F متزايد تماماً. شرط التابع المتزايد تماما طلاب هو ان نثبت ايا كانت اكس 1 واكس 2 بحيث ان اكس 1 اصغر من اكس 2، هذا يؤدي اف اكس 1 اصغر تماما من اف اكس 2. عوضت اف اكس 1 وعوضت اف اكس 2، بدي اثبت انه اف اكس 1 اصغر تماما من اف اكس 2، طرحتهم من بعض وربعت. انظر الى الخط البياني للاكس مربع على المجال من الصفر للزائد لا نهائي، كيف تراه صاعدا نحو الاعلى عندما يتجه الخط من اليسار إلى اليمين. لدينا الآن طلاب الطلب الثاني، أثبت أن التابع J متناقص تماما بنفس الطريقة. طلاب انظروا إلي جميعا،
لكي أثبت أن التابع جي متناقص تماما يجب أن يتحقق الشرط. أيا كانت X1 و X2 تنتمي إلى مجموعة التعريف بحيث يتحقق أنه X1 أصغر تماما من X2، هذا يؤدي FX1 أكبر تماما من FX2. هذا شرط التابع المتناقص تماما يقلب التراجح. إذا كان X1 أصغر من X2 التابع المتناقص تماما يحقق FX1 أكبر تماما من FX2. أقول لنثبت أن التابع J متناقص تماما. لدينا JX معطاة بقاعات الربط JX تساوي X مربع والمعرف على المجال من ناقص لا نهاية للصفر المغلق ومستقرها R. نعم الشرط إذا كان X1 و X2 عددين من المجال من ناقص لا نهاية للصفر المغلق يحققان X1 أصغر تماما من X2 والأثبت أن JX1 أكبر تماما من JX2 مثل ما قالت لنا زميلتنا في الطلب السابق أطرح JX1 ناقص JX2 تذكر أن JX1 هو X1 للتربيع و JX2 هي X2 للتربيع. JX1 ناقص JX2 هي X1 للتربيع ناقص X2 للتربيع. هذه متطابقة تربيعية فرق مربعي عددين والتي تساوي جدال مجموع بالفرق X1 ناقص X2 بX1 زاد X2. الX1 ناقص X2 أنا بدي أعرف فيما إذا كان هذا المقدار موجب أم سالب. العددين سالبين. العددين سالبين. نعم العددين سالبين وX1 أصغر من X2. ناتج طرح عددين سالبين شو بدي يكون؟ موجب أستاذ. لنرى ذلك سالب السالب طلابنا موجب ولكن أنا عندي X1 أصغر من X2 يعني على سبيل المثال إذا قلت لك ناقص 4 ناقص الناقص 6 الناقص 4 أكبر من ناقص 6 صح؟ انظر الناقص 4 أكبر من ناقص 6 دخل الناقص 4 يكون ناتج الطرح سالب. لنرى ذلك لو قلنا الـ X1 أصغر من X2 تماماً أقلب هذه إشارة الطرح أقول ناقص 6 ناقص الناقص 4 ناقص 6 أصغر من ناقص 4 ناقص 6 ناقص الناقص 4 ناقص 6 زاد 4 وتساوي ناقص 2 معناته X1 ناقص X2 أخذت على سبيل المثال هذا المقدار سالب وجمع عددين سالبين شو بده يكون؟ جمع عددين سالبين سالب. ممتاز. سالب ضرب سالب موجب. موجب موجب تماما من الصفر. إذن لدينا X1 زائد X2 أصغر من الصفر وX1 ناقص X2 أصغر تماما من الصفر ولأن ناتج ضرب مقدارين سالبين سالب بالسالب موجب يكون موجب. نجد أن JX1 ناقص JX2 أكبر تماما من الصفر وعليه JX1 أكبر تماما من JX2 فشرط أن يكون التابع متناقص تماما شرط محقق وعليه يكون التابع J متناقص تماما. إذن طلاب لإثبات أن التابع متناقص تماما يجب أن يحقق الشرط أيا كانت X1 وX2 من مجموعة التعريف يحققان X1 أصغر من X2 يجب أن نثبت أن FX1 أكبر تماما من FX2 ولإثبات أن التابع متزايد تماما يجب أن يتحقق الشرط أيا كانت X1 وX2 من مجموعة التعريف يحققان X1 أصغر تماما من X2 هذا يؤدي FX1 أصغر تماما من FX2. هذا طلابنا ما يتعلق بالتابع المتزايد تماما والتابع المتناقص تماما وكيف أثبتهما.